هل وضعت الحكومة يدها على إشكالية سعر صرف الدولار وما تقوم به اليوم على أرض الواقع من إجراءات؟ هل هو كافي لحل هذه الإشكالية؟ هل الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي والتي أعلن عنها هل ستساهم في عودة الدولار إلى وضعه الطبيعي؟ يعني بالتأكيد أنت تعلم عملية ارتفاع سعر الدولار لم تأتي بشكل مفاجئ. يعني هناك تنبيه كان من قبل الفيدرالي الأمريكي والخزانة أنه الدولار الذي يباع بالبنك المركزي عبر مزاد العملة هذه الكميات الكبيرة لا يأتي بها سلع وبضائع للعراق، ربما تقديراتهم بموجب القوائم 40% فقط تكون بضائع وسلع لتلبية حاجات البلد، و60% تذهب إلى جهات أخرى عديدة. وهذه الإحصاءات الدقيقة خلت يضعون إجراءات وقائية، من ضمنها مثلا المنصة الجديدة بالبنك المركزي التي تستغرق عملية التمحص والفحص إلى أكثر من 10 أيام لتقرير هل هذه فعلا بضائع تدخل البلد. هناك مبالغات كبيرة، لذلك جرى إعادة النظر بهذا. هذه العملية كون الاقتصاد العراقي اقتصاد غير إنتاجي استهلاكي يعتمد بشكل رئيسي على الاستيرادات الخارجية لتلبية حاجات البلد وأغلب قسم كبير منها استهلاكية، جعلت الطلب على الدولار كبير والعرض قليل. وهذه الفجوة اللي صارت بين تأخير والتمحص للمبالغ التي تدخل جعل هناك فراغ، فلجأوا هؤلاء العناصر اللي هم من دول الجوار إلى النزول إلى السوق المحلية، والتهافت في شراء الدولار والطلب كان أكثر من العرض.